قصد لغاز الكلور. بك يا حميد، بك تعال تعال، روح اطلع، روح كلور كلور، روح بك، روح لك كلور حد البيت، روح بسرعة عليكم. صورني صورني مسيك سيك صورني، خلي الكاميرا جاهزة جاهزة جاهزة. قصد في غاز الكلور كما نرى هنا، قصد بغاز الكلور واستهدافنا للمرة الثانية في هذه المنطقة هنا في كفر ذيبة، قصد بغاز الكلور. نرى أشخاص يلبسون الكمامات. لليوم الثاني على التوالي نقصف في الغازات السامة. إجانا اليوم فوق 70 حالة، معظمها أطفال ونساء وكبار السن. أولادي كانوا أحلى شيء بالدنيا، يعني أحلى شيء. كانت عندي بنت كتير حلوة وكنت ناوية أخطبها وبدي أقول إنه بدي جوزها، كله راح. بتخيلهم عم يلعبوا، بتخيلهم كبروا، بتخيل انه هدلاك امي شو بدك تتعشي، امي شو بدك تساوي. انه بجي لزور، ما بعرف مين عم زور، كلهم حطون بجرفات، كل 100 زلمه سوا، ما بعرف اولادي هون ولا مالهم هون ابدا. انا بس اولادي ما بدهم يموتوا، هو اللي قتلهم. هن أولادي ما بدهم كانوا يموتوا، أولاد صغار ما بدها تموت. ثلاثة أولاد رحلي سامي، رحلي محمود، رحلي ميانة، حرام قلبي طول عمري. ثلاثة أولاد رحلي، والله قلبي محروق عليهم، أنا مو تصير جنبهم، ما بنساهم ثلاثة ما بنساهم. جدا ينكشف والله، لا أقي ولا شرب ولا أنا نوم ولا روحتي روح ولا أتي أعلم، فكر بولادي يطلع